اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا سيادة النائب، ليه الاستعجال او ليه بيتم دلوقتي تحديد لميعاد لمناقشة الاقتراحات مع ان احنا طبعا مؤتمر العدالة لسه يعني كان بنفس هذا الشأن وهذا المضمون، ليه ايه السبب يعني؟ اولا يعني اود ان نبحث الموضوع في سياقه الطبيعي. اتفضل. بغير نظر من منظور الأزمة ولا منظور الفتنة ولا غيره. تمام. الموضوع أنه الاقتراح الذي كانت تقدم به النواب، اللجنة كانت أعدت تقريرا بشأنه. هذا التقرير نزل للمجلس، المفروض أنه وفق جدول الأعمال أنه كان ينظر في جلسات هذا الأسبوع. لما جت جلسات هذا الأسبوع نزلت، لم يدرج عليها هذا الاقتراح، فتقدم أصحاب الاقتراح وفق المادة 316 من اللائحة بطلب استعجال أو بطلب تحديد جلسة، باعتبار أنه الاقتراح لما ينزل من اللجنة المفروض أنه يعرض على المجلس وفق القانون حتى يقرر المجلس بشأن الاقتراح، هل الاقتراح مقبول ولا غير مقبول. الاقتراح وليس القانون، الاقتراح. فإذا صوت المجلس على قبول الاقتراح يتحول إلى مشروع ويعود إلى اللجنة مرة أخرى. فهو عدم وجود التقرير على جدول الأعمال هو الذي دفع السيد النائب إلى طلب تحديد جلسة لنظر الاقتراح. لو وافقوا على الاقتراح يتحول لمشروع قانون. إحنا الآن كان المفروض أن يدرج على جدول الأعمال. أيوة أنا فاهمة كل الكلام ده، لكن إزاي ده بيتم ومفترض أن إحنا منتظرين مؤتمر العدالة والتعديلات اللي هتخرج منه، فإزاي ده؟ سأذنك أكمل لك الموضوع. اتفضل. هو المفروض ان لما ينزل تقرير من اللجنه المفروض يبقى له جلسه، ان شاء الله يكون بعد سنه، المهم يبقى له جلسه. لكن جدول الاعمال لما نزل ما لهوش جلسه، تصور النواب ان التقرير بتاعهم حجب، وده كلام غير صحيح اساسا. لكن جدول الاعمال كان مسحوم زي ما حضرتك تابعت النهارده بمشروعات قوانين. المهم ان تقدموا بطلب استعجال، الرئيس قال هننظره اصلا الاسبوع القادم. الاقتراح التقرير المعروض إما أن يأخذ قبولا وإما أن يأخذ رفضا، يعني بيطرح للتصويت، هل توافق على الاقتراح؟ إذا المجلس وافق على الاقتراح بيرجع لجنة، أما بيرجع لجنة، اللجنة في هذه الحالة ملزمة بقوة القانون بعقد جلسات استماع وملزمة بنص الدستور. يا أستاذ صبحي، أستاذ صبحي، نعم. بشكل مبسط يعني الأسبوع اللي جاي الاقتراح ده أو الاقتراحات المقدمة هتكون في الجلسة العامة يتم التصويت عليها، لو تم الموافقة بالأغلبية هترجع لجنة الاقتراحات مرة تانية تخرج بعد كده في صورة مشروع قانون. بيحال الى لجنه الشؤون الدستوريه والتشريعيه. لجنه الشؤون الدستوريه، اه صح. ما هي اللجنه المختصه ده كله بقى ياخد وقت قد ايه يا فندم اللي بنتكلم فيه؟ عشان مؤتمر العداله برضو اللي احنا هنتكلم فيه ده هياخد شهرين على الاقل، لان احنا عندنا سماع لاصحاب الاقتراح، وبعدين تلقي اقتراحات النواب المشاركين اعضاء اللجنه، ثم استطلاع راي الهيئات القضائيه الخمسه، ثم بعد ذلك نبدا دراسه طب المشروع. يا استاذ صبحي، هل من باب المؤامله السياسيه والاوضاع المشتعله حاليا مش كان من الاولى يعني انه يتم تاجيل حتى مناقشه الاقتراح والطلب العاجل النهارده، ولا ايه رايك؟ لا هو المؤامله حضرتك، وعشان كده انا السؤال ده سؤال مهم جدا، وانا بشكرك عليه لانه مهم جدا للراي العام، ممتاز جدا هذا السؤال. المؤامله هنا تاجيل المشروع القانون وليس الاقتراح، لانه يعني على فرض ان الاقتراح اترفض يبقى ما قدمناش موضوع. إذا الاقتراح اتوافق عليه بيروح اللجنة المختصة، اللجنة المختصة هي التي تضع المؤامات. على ما يرجع المشروع للجنة واللجنة تحدد له جلسة، هيكون مؤتمر العدالة أصلا بدأ بإجراءاته. طيب عظيم، وضحت كده الصورة يا فندم.